السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويتجدد اللقاء في شرحنا لمواقع الذكاء الاصطناعي. النهاردة إن شاء الله يعني جايين نتكلم على موقع رائع من مواقع الذكاء الاصطناعي خاص بتوليد الصور مجانيا. حضراتكم طبعا عارفين إن في الآونة الأخيرة معظم المواقع توليد الصور زي ميد جيرني اللي عملت ثورة في هذا المجال كله بقى بفلوس. النهاردة جاي أقدم موقع مجاني وبيتيح لك ان انت تعمل صور مفتوحة مجانيا جودتها جميلة، اسمه البير تشانس. ده الموقع هو، وده اللينك قدام حضراتكم، البير تشانس. يعني الواجهة بتاعته بسيطة جدا، هنا بتكتب الديسكريبشن الخاص بتوليد الصور اللي انت عايزها. ممكن تبقى أذكى بقى ان انت تخش على بعض الصور المصنوعة في ميد جيرني وتاخد الديسكريبشن الخاص بيها وتحطه هنا، تمام؟ وهنا بيديك ستايلات معينة ممكن تختارها في توليد الصورة، ممكن تضيف تأثير معين. كل ده يعني بديك الفرصة ان انت تخش الموقع وتستفيد منه. الستايل اللي انت عايزه، عايزه صورة انيمي ولا صورة سينمائية ولا صورة 3D، ولا مش عايزه من خلال نو ستايل والذكاء الاصطناعي هو اللي يولده لك. يا ترى عايز الصورة بتاعتك تكون في صورة بورتريت رأسية ولا لاندسكيب؟ عايز كام صورة؟ بيتيح لك لحد 15 صورة وكله مجانا. يعني سبحان الله موقع جميل وعظيم، الصور فيه عالية جدا في الدقة، يعني بدعوكم ان انتوا تجربوه. فمثلا هنا انا هقول له مثلا ولد لي صور، انت بتكتب طبعا ديسكريبشن كويس. انا عايز اقول له مثلا بقول له مثلا اسلاميك فوتوز واشوف تصور. في هنا البنتد انيمي ده الستايل العادي، عايز اقول له والله انا عايز الصورة لاندسكيب وعايزك تولد لي مثلا بدل 6 ممكن 9 15 زي ما انت عايز، تمام؟ فهنقول مثلا 6 كويس، واقول له مثلا جنريت. تعالى كده نجرب 9 مثلا، واقول له جنريت على الستايل بتاع الانمي. ننتظر ونشوف هيولد لنا صور شكلها عامله ازاي. طبعا يعني الكفاءة بتاعته على انه مجاني وكده، كفاءة الصور محترمة جدا جدا جدا. زي ما انت شايف ده تصوره، جاب لك يعني بعض الفتيات، صورة مسجد مثلا معين وهكذا. ده التصور، انت بتشوف اللي ايه اللي يعجبك وتشتغل عليه. طبعا الصور جميلة جدا، ممكن مثلا اقول له بدل اسلامك فوتو اقول له مثلا اسلامك موسك، ونختار وضع مثلا 3D ونشوف ايه اللي هيولده لي. كل دي بقى ستايلات اهي انت بتتحكم فيه، 3D ديزني نو ستايل، وهو يولد زي ما انت عايز. شفت الصور عاملة ازاي؟ عظمة عظمة عظمة، يعني حاجة فلالي، يعني حاجة عظمة عظمة عظمة، يعني روعة روعة، صور ممتازة. تختار مثلا الصور اللي انت عايزها، وليكن الصورة دي بتقف بس عليها كده وتعمل سيف اس وبتحفظها في ديسك توب مثلا او المكان اللي انت عايزه. عجبتك صورة تانية وليكن الصورة دي، والصورة دي برضو جميلة، بحفظهم زي ما احنا شايفين، تمام؟ بإذن يعني دي الصور اللي احنا اخترناها. برجع للمكان اهو واشوف الصور اللي احنا حفظناها دي شكلها عامل ازاي، دقتها. شايف الصورة عظمة، شايف تكبير حاجة يعني اقل ما يقول عنها ان هي اكتر من ممتازة بفضل الله عز وجل. صور عظيمة جدا 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 من خلال موقع عظيم لتوليد الصور بالذكاء الصناعي. ده الموقع هو يا جماعة، بدعوكم ان انتوا تجربوه. وزي ما قلت لك مش واقف على ستايل واحد، لا ده انا عمال اهو الانمي وكل ده، كل ما تك على حاجة معينة مثلا هتلاقيه بيولد لك صور بشكل وديزاين مختلف. فانت بتشتغل وتشوف ايه الصور الامثل ليك وتختارها وتحفظها زي ما استخدم. طبعا بقى بعد كده بتقدر تستخدمها زي ما انت عايز. شايف انت الصور دي؟ طبعا الناس اللي شغالة بقى في الفيديوهات و
كرتون الأطفال أو غير ذلك، الصور دي بيستخدموها جدا جدا جدا، ممكن برضو تدخلها معاك في هذه الديزاينات. ده كان كل شيء النهاردة عن هذا الموقع، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا من علمه وفضله، اللهم آمين. لا تنسونا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.